بسم الله الرحمن الرحيم. كنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن السامبلينج بروبرتي للدلتا فانكشن. وقلنا لما نضرب فانكشن اي فانكشن اف اوف تي في دلتا او انفرس فانكشن دلتا تي ماينس اي، ده بيدينا قيمة الفانكشن اف عند التايم اي مضروب في دلتا تي ماينس اي. وهنا لو عوضنا عند a equal 0 فده معناه ان f of t delta of t تساوي f of 0 delta of t، ودي اللي سميناها السامبلينج بروبرتي. وقلنا التطبيق بتاعها ان هو بيحول analog signal بالشكل ده لو ضربناها في impulse train او مجموعة من الimpulses ورا بعض زي الفانكشن ديت، فبيدينا ان output عبارة عن digital او discrete time signal بالشكل ده، where إن الفاليوز ديت بتمثل قيم الفانكشن أو قيم السيجنال عند الأماكن بتاعة الإمبارسس. فدي هي السامبلينج بروبرتي للدلتا فانكشن. النهاردة هنتكلم عن another بروبرتي للدلتا فانكشن اللي هي السيفتنج بروبرتي، ودي بتقول إن إحنا لما نعمل تكامل من ناقص من النهاية لما النهاية للفانكشن f of t مضروبة في دلتا t minus constant أو minus alpha for all t، ده يساوي قيمة الفانكشن f عند time t تساوي alpha. فده means that if we multiply any function by delta t minus alpha and integrate من ناقص من النهاية من النهاية we will obtain the value of f of t at time t equals alpha. طيب هنحب برضه نبص على البروف للبروبرتي ديت، ان احنا هنكونسيدر التكامل بتاعنا اللي هو من ناقص من النهايه من النهايه. هنعتبر احنا عندنا بنعمل تكامل من t تساوي a الى b، اي تو values a الى b، ونحاول نحسب التكامل دوت ل f of t delta t minus alpha dt. هو ان الفا دي value تقع في الرينج ما بين a و b باستخدام الانتجريشن باي بارتس. فاحنا عندنا قاعدة الانتجريشن باي بارت اللي هو تكامل لـ x dy تساوي x of y minus تكامل الـ y dx. دي عبارة عن mathematical relationship اللي بنستخدمها قبل كده في الانتجريشن. فنفترض ان احنا عندنا هنا بمقارنة الاكويشن ديت بالاكويشن ديت، فهنلاقي ان احنا هنعتبر عندنا الـ x تساوي f of t، وبالتالي dx تساوي f dash of t، ونعتبر ان dy تساوي دلتا t minus alpha، وبالتالي الy هتعتبر هي تكامل dy. وقبل كده كنا اتكلمنا عن تعريف الامبرس او الدلتا فانكشن هي عبارة عن تفاضل اليونت ستيب فانكشن، وبالتالي تكامل الدلتا فانكشن هو عبارة عن يونت ستيب فانكشن تبدأ من عند التايم t equals alpha اللي هي بنعبر عنها mathematically u node t minus alpha، اللي هي عبارة عن unit step function تبدأ من عند time t بدل الزيرو تبقى time shift عند time t equals alpha، أو فيها time delay بمعنى أنها بتبدأ عند time t equals alpha. فنلاقي أنها for time t أقل من alpha قيمها بزيرو، بعدين في jump بتحصل عند time t equals alpha إنها تبدأ يبقى قيمتها كلها واحد. هنيجي هنا نعوض في الانتجريشن دوت for تكامل من a إلى b، فهيدينا هنا x of y اللي هي f of t u node t minus alpha، ونحط حدود التكامل بتاعتنا اللي هي من a ل b minus تكامل y dx اللي هي u node t minus alpha في f dash of t. طيب لو جينا بصينا هنا احنا عندنا عملنا افتراض ان الفا تقع في رينج ما بين a و b، وبالتالي احنا ال u node او ال impulse function t minus alpha هتساوي 0 for all time t اقل من الفا. وبالتالي لو احنا بنتكلم عن integration في الرينج من a الى b، فهنقسم الانتجريشن ده الى 2 regions من a إلى alpha plus integration من alpha إلى b.
ففي الرينج من A إلى ألفا قيمة اليون ستيب فانكشن دي هتساوي كام؟ هتساوي زيرو، لأنها تعتبر زيروس فور تي أقل من ألفا، وبالتالي الترم ده هيروح أو هيبقى زيرو في الرينج بتاع الانتجريشن بتاعنا من A إلى ألفا. هيتبقى هنعمل انتجريشن من ألفا إلى دي، فالانتجريشن ده هيقول إلى الانتجريشن من ألفا إلى دي ليو نود تي ماينس ألفا اف داش اوف تي دي تي، واليو نود اوف تي ماينس ألفا هنا قيمتها هتبقى بوحايد في الرينج من ألفا إلى دي، فهنا هنعوض عنها بوان، فالتكامل بتاعنا هيكون من ألفا إلى دي لإف داش أوف تي. طيب بالنسبة للجزء الأول دوت، فإحنا هنا عندنا حدود اللي هنعوض بيها من A إلى B. أول حاجة هنعوض for T equals B، يبقى عندنا F of B U node B minus alpha اللي هي هتساوي F B، واليو نود أو اليونت إمبلس أو أسفة اليونت step function for عند T equals B هتساوي كام؟ قيمتها هتساوي واحد، طالما انها التايم اكبر من الالفا فقيمها كلها تساوي وحايد، فده هيكون وحايد او 1. يبقى عندنا f of b minus f of a you node a minus alpha. طيب you node a minus alpha هتساوي كام؟ هتساوي 0، هنعوض عن t تساوي a، فهنا اليونت ستيب فانكشن for t اقل من الالفا قيمتها هتساوي 0، وبالتالي هيبقى عندنا بس الترم ده هيساوي f of b minus التكامل اللي هو بتاع الجزء دوت، احنا قلنا هيقول الى الرينج او الريجن ما بين الفا الى b ل f dash of t. طيب تكامل f dash of t هتساوي كام؟ هتساوي f of t، ونعوض بحدود التكامل بتاعتنا من b من الفا الى b، هيبقى عندنا f of b minus f of alpha، يبقى عندنا f of b minus f of alpha، وهنا في minus في الأول، وبالتالي كل الفورمولا دي هتبقى f of b minus f of b plus f of alpha، وده هيروح مع ده، وبالتالي تكامل من a إلى b ل f of t delta t minus alpha dt هتساوي f of alpha. لو أخذنا الليمت for a تروح لناقص من النهاية و b تروح لمن النهاية، وبالتالي ده بيدينا البروف بتاعت السيفتنج ثيورم او السيفتنج بروبرتي اللي بتقول ان التكامل لاي فانكشن اف اوف تي مضروبه في دلتا فانكشن او امبلس فانكشن دلتا تي ماينس الفا هتساوي اف اوف الفا. هنا حدود التكامل بالناقص من النهايه من النهايه. طيب تطبيق الثيورم ديت او البروبرتي ديت، احنا ممكن نحسب اكسبريشنز بالشكل ده. عندنا 3t power 4 delta t minus 1، فنعتبر احنا عندنا هنا function f of t اللي هي تساوي 3t power 4 مضروبة في inverse delta t minus a، ال a هنا ب 1، فمن ال sampling property بتاعت ال inverse function ده هيساوي f of a delta t minus a، فناخد ال function f of t ونعوض عنها عند time t equals a where in a equals 1، فده هيدينا 3t power 4 for t equals 1 اللي هي هتساوي 3 مضروبة في دلتا t minus 1. فهنا استخدمنا السامبلينج بروبرتي عشان نحسب الاكسبريشن ده. طيب الاكسبريشن التاني دوت فيه تكامل من ناقص من نهاية لمن نهاية لفانكشن f of t دلتا t minus alpha، فباستخدام السيفتنج بروبرتي ده هيساوي f of alpha، فهناخد ال f of t اللي هي t، والالفا بتاعتنا هنا نعتبرها باتنين، فنتيجة التكامل هيساوي f of 2 تساوي t عند t equals 2 اللي هي تساوي 2. طيب another example، احنا عندنا waveform اللي voltage signal v of t، عايزين نعبر عنها باستخدام summation of unit step functions.
تاني نقطة احنا عايزين نحسب بعد كده الـ derivative بتاعة الـ function أو الـ signal v of t. أول حاجة لو بصينا على الـ waveform ديت هنلاقي إنها مقسمة إلى مجموعة أجزاء، أدي الجزء الأول، ده الجزء التاني، وبعدين ده الجزء التالت، الجزء الرابع، الجزء الخامس. الجزء الأول ده عبارة عن linear function defined by straight line 2t، فعندنا هنا 2t وهي limited أو محصورة في الرينج ما بين time t equals minus 1 إلى t equals 1، فكأننا بنضرب ال 2t ديت أو ال straight line دوت في a rectangular pulse. rectangular pulse زي ما اتفقنا قبل كده هي عبارة عن ال difference ما بين two unit step functions، واحدة هنا هتبدأ عند time t equals minus 1، فيبقى عندنا u node t minus minus 1 اللي هي u node t plus 1. ما تروح منها another unit step function بدأ فين؟ بدأ عند time t equals 1 اللي احنا بنعبر عنها عن باستخدام u node t minus 1، فده أول part في ال waveform v of t. البارت نمبر 2 اللي هو عبارة عن ستريت، عبارة عن كونستنت قيمته تساوي 2، هنضربه في ريكتانجلر بارس اللي هي محصورة في الرينج ما بين تايم تي equals 1 إلى تايم تي equals 2، فهي عبارة عن difference ما بين unit step function u node t minus 1 minus u node t minus 2. البارت نمبر 3 هنا هو عبارة عن ستريت لاين دوت defined by الإيكويشن دي في الرينج ما بين 2 إلى 4، فعندنا rectangular pulse اللي هي difference ما بين two unit step functions، واحدة time shifted عند t equals 2 والتانية time shifted عند t equals 4. طيب بالنسبة لي الجزء هنا اللي بعد كده عبارة عن constant قيمته تساوي 1 هنا مضروب في الفرق ما بين two unit step functions، واحدة عند shifted عند time t equals 4 والتانية عند time t equals 5. الجزء الأخير عبارة عن straight line defined by the equation minus t plus 6، هنضربه في unit step functions أو rectangular bars عبارة عن difference ما بين unit step function بدأ من عند time t equals 5، ما تروح منها another unit step function بدأ عند time t equals 7. نقدر نحن نجمع أو نكمباين الحاجات اللي فيها similarity مع بعض، فهيدينا في الآخر هنا v of t هتساوي ال equation ديت. طيب النقطة اللي بعد كده عايزين نحسب ال differentiation ل v of t، نحصل على dv dt. فأول جزء هنا هنلاقي two functions مضروبين في بعض، function قيمتها تساوي 2t مضروبة في unit step function u node t plus 1، فتفاضل حاجتين مضروبين في بعض عبارة عن الفانكشن، تفاضل الفانكشن الأولى مضروب في الفانكشن الثانية plus تفاضل الفانكشن الثانية مضروب في الفانكشن الأولى، وهنطبق ده على كل التيرمز اللي موجودة في ال waveform v of t. فيبقى عندنا تفاضل 2t باتنين مضروبة في الفانكشن التاني اللي هي u node t plus 1 plus الفانكشن التاني اللي هي 2t مضروبة في تفاضل unit step function اللي هي عبارة عن دلتا t plus 1. فالجزء دوت وهو عبارة عن تفاضل الترم الأولاني ده في ال waveform v of t. هنكرر نفس الحكاية دي، عندنا برضه two functions، أدي أول function مضروبة في unit step function u node t minus 1، فأول حاجة هيبقى عندنا تفاضل الـ function دي بالنسبة للـ time اللي هي تساوي ناقص 2 في unit step function plus تفاضل plus الـ function دي نفسها مضروبة في تفاضل unit step function، هيبقى عندنا الـ term دوت minus 2 u node t minus 1 plus minus 2 t plus t plus 2 تفاضل unit step function يدينا inverse function delta t minus 1 and so on. نيجي بعد كده عايزين نحسب الترمات اللي فيها inverse function بتظهر،
باستخدام السامبلينج بروبرتي. فالترم الأولاني دوت يظهر فيه impulse function، يبقى عندنا function f of t في impulse هتساوي قيمة الفانكشن عند الشيفت بتاع الإمبلس اللي هو دلتا t minus minus 1، فقيمة الفانكشن 2t عند t equals minus 1، ده هيدينا هنا minus 2 في دلتا t plus 1. بالنسبة للترم دوت عبارة عن minus t plus 3 دلتا t minus 2، يبقى عندنا الفانكشن f of t هنحسبها عند التايم t equals الشيفت بتاع الإمبلس اللي هو 2، فقيمة minus t plus 3 عند t equals 2 هتساوي 3 minus 2 equals 1 مضروبة في دلتا t minus 2. برضو بالنسبة للترم دوت بيظهر فيه إمبلس function، فعندنا هنا t minus 6 دلتا t minus 7، يبقى عندنا t minus 6 دلتا t minus 7 هنعوض عند t equals 7، وهنحصل هنا برضو على تساوي 1 مضروبة في دلتا t minus 7. ونكرر ده for كل ال values أو كل الترمز اللي بيظهر فيها دلتا أو impulse function. ففي النهاية هنا عندنا dv dt هتساوي الفورمولا ديت.